السلام عليكم أكثر من عشرين يوما على انطلاق مشاورات الكويت شهدت هذه المشاورات تعثرات كثيرة عززت الاعتقاد لدى المراقبين بأن الفشل هو النتيجة الأكثر احتمالا لمشاورات لا أفق لها ولم تتفق حتى على جدول أعمال ومع كل مازق يقع فيه ممثلو الميليشيا الانقلابية يقدمون تنازلات لا قيمة لها من قبيل المشاركة أو من قبيل المشاركة في الفرق الثلاثة التي عملوا على تعطيلها منذ أن تشكلت هذه اللجان قبل نحو أسبوع. وبعد التصعيد الكبير في الميدان العسكري الذي أقدم خلاله الانقلابيون على إطلاق صاروخ باليستي على المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية قرروا القبول بإطلاق سراح 50% من المعتقلين هذا الالتزام ليس جديداً فقد قطعوه على أنفسهم في جولة مشاورات بيان السويسرية إلى جانب فتح ممرات آمنة لمرور المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة. كان من المفترض تنفيذ هذه الالتزامات قبل انطلاق مشاورات الكويت ولكن ذلك لم يحدث بعض المراقبين راوا في هذا الالتزام او في هذا الالتزام الجديد محاوله من الانقلابيين للحصول على مهله مجانيه تسبق حلول شهر رمضان المبارك الذي تردد ان المبعوث الاممي سيرفع الجلسات قبيل حلوله اي بعد انقضاء الفتره التي حددها الانقلابيون سنتناول أو ستتناول حلقة اليوم من المساء اليمني موافقة الوفد الانقلابي على إطلاق 50% من المعتقلين والمختطفين خلال الأيام العشرين المقبلة وسنناقشها ضمن ثلاثة محاور في الأول سنناقش أبعاد الموافقة المتأخرة على إطلاق جزئيا للمعتقلين والمختطفين وسنتناول في الثاني أهمية خطوة كهذه وعما إذا كانت تندرج ضمن خطوات بناء الثقة أم أنها مجرد مناورة جديدة سنحاول ضمن المحور الثالث الإجابة على التساؤل ما تأثير هذه الخطوة على مسار المفاوضات وانعكاسات أي محاولة للنكوص عن هذا الوعد وصولا إلى تقدير ما إذا كانت مشاورات الكويت ستحقق بعد هذا الوعد اختراقا ذا قيمة في جدار التصلب الانقلابي الرافض للبحث في خطوات المؤدية إلى استعادة سلطات الدولة الشرعية ولايتها الدستورية وانسحاب الانقلابيين من المدن وتسليم السلاح واستئناف العملية السياسية استنادا إلى مرجعياتها الأساسية دعونا أولا نشاهد التقرير الذي عده الزميل ياسين التميمي ثم نواصل معكم نقاش في سياق الموضوع ذاته أرجو أن تبقوا بصحبة وعد بإطلاق المعتقلين برسم الانتظار الطويل، هو ذاك الذي قطعه وفد الانقلابيين في مشاورات الكويت ويقضي بإطلاق سراح 50% من المعتقلين والمختطفين من السياسيين والصحفيين والنشطاء والمعارضين لسلطة الميليشيا في صنعاء. تقدم يتيم في مسار مشاورات متعثرة جاء هذه المرة عبر لجنة المختطفين والمعتقلين والأسرى، ولكنه يحمل من التعقيدات ما يجعله أحد الرهانات الفاشلة. إذ يتعين أن يستند على ما أسمه المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ على مبادئ عامة وأساسية تضمنت الاتفاق على إطلاق كافة المعتقلين من اليمنيين ممن قيدت حرياتهم والعمل بشكل سريع على جدولة إطلاق سراح ما نسبته 50% من هؤلاء المختطفين والمعتقلين خلال فترة 20 يوما من تاريخ الاتفاق المهلة التي طلبتها الميليشيا للإيفاء بوعدها هي الفترة المتبقية من زمن المشاورات قبل حلول شهر رمضان المبارك الذي تسربت معلومات عن نيه المبعوث الاممي رفع جلسات المشاورات قبيل حلوله. الاف المعتقلين باتوا ورقه لعب ثمينه في مشاورات لا افق لها ولا يبدو ان بوسعها تحقيق اختراق حقيقي في جدار التصلب الذي يرتفع بين طرفي المشاورات. اطلاق المعتقلين جزء من التزامات قطعها الانقلابيون على انفسهم في جوله مشاورات بييل السويسريه وكان منها ايضا فتح الممرات الامنه لادخال المساعدات الى مدينه تعز المحاصره. ولكن ذلك لم يتحقق منه شيئا حتى الان، بل كان يفترض ان لا تنطلق مشاوره الكويت قبل تحقيق هذه الالتزامات. ثمة مخاوف من امكانيه ان تكون هذه الخطوه مجرد مناوره من جانب الانقلابيين كغيرها من المناورات السابقه، ولكنها هذه المره برسم الزمن الذي يصل الى 20 يوما، وهي فتره كافيه لتحقيق تغييرات جوهريه في الميدان في غياب اي دور لطيران التحالف وتدخلاته المفترضه. كيف يتحول التزام ذي اولويه الى ماده للبحث الطويل والجدوله؟ واذا كانت خطوه ذات اولويه كاطلاق المعتقلين والمختطفين رهن بكل هذه التعقيدات فكم من الوقت نحتاج لتنفيذ خطوات اكثر تعقيدا خلال المسار الطويل القادم من المشاورات. اذا مشاهدينا الكرام نرحب بدايه بضيفنا في الاستوديو المحلل والبحث السياسي الاستاذ نبيل البكيري مساء الخير استاذ نبيل اهلا بكم. استاذ نبيل يعني خطوه جديده فيما يتعلق بمسجدات مشاورات الكويت الاتفاق على اطلاق سراح 50% 50% من المعتقلين خلال 20 يوم، ما قراءتك لهذا الخطوه؟ باعتقادي هذا هذه الخطوه هي ليست خطوه ايجابيه كما قد يظن الجميع انها خطوه ايجابيه، هذه خطوه تلغيميه للمسار لكل المسارات سواء على ما يتعلق بمسار المفاوضات او ما يتعلق بمسار تحديد هذه الخطوة بعشرين يوم وتحديد عدد المعتقلين أيضا ب 50% نحن أمام إشكالية تتركز وهي ملاحظات يجب أن تقال في هذا الموضوع نحن أمام أكثر من عشرة ألف معتقل هؤلاء المعتقلين ربما 80% من هؤلاء لا نستطيع أن نقول أنهم إلا أنهم يعني معتقلين وليسوا أسراء يعني نحن أمام حالة انتهاك كامل لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمختطفين والمغيبين قسرا، نحن أمام حالة يعني لا يمكن أن ينطبق عليها أي شروط من شروط ما يتعلق بأسرى حرب، ويجب أن نفرق بين مسار أسرى الحرب وبين مسار المعتقلين والمختطفين، لأنه هؤلاء لهم حقوق وواجبات بحسب القانون الدولي، وهؤلاء لهم حقوق وواجبات أيضاً حسب قانون ما يتعلق بالأسرى أو أسرى الحرب، وبالتالي نحن أمام يعني إشكالية أيضا الجانب الآخر فيما يتعلق بالخمسين في المئة لماذا الخمسين في المئة؟ هذا يؤشر أو يدل دلالة في حال صدقة إطلاق المعتقلين سقطت خطوة إطلاق المعتقلين خلال خلال العشرين اليوم التي وضعوها هذا يشير على أنه هناك ناس ربما صاروا في 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 عداد الموتى والمفقودين الذين تم تصفيتهم او انهم يعني صفوا فعلا يعني نحن امام او ان هناك ربما في حال صدق ايضا انا لانه انا لا اصدق او لا استطيع ان يتقن انه سنصل الى حلول حقيقيه وجاده فيما يتعلق بهذا الملف يعني انا أه أه يمكن اعتبار هذه الخطوات ضمن او تندرج ضمن خطوات بناء الثقه التي يعني انتهت بها مشاورات بيلا السويسريه أنا باعتقادي أيضا أنه المسار الحقيقي لما يتم الحديث عنه من بناء ثقة هذه كان يفترض أن تكون بناء الثقة قبل الذهاب إلى الكويت وليس الآن في الكويت الآن أنت في مرحلة مفاوضات حقيقية يعني كان يفترض أنها مرحلة التطبيق الجدي والفعلي لمسار بناء الثقة لكن للأسف أنه مسار بناء الثقة أصبح هو آخر خطوة في مسار المفاوضات يعني نحن نسير في عملية عكسية العملية العكسية تشير أيضا إلى أنه ما فيش نوايا حقيقية صادقة للسلام أيضا هذه الخطوة أيضا ما فيش انعكاسات لها على الأرض لازال لازال حلبت المسرح المعركة أيضا والمناطق ايضا ليس فقط المناطق التي فيها وجود واقتتال المناطق المدنيه كصنعاء كابكا التي ليس فيها حرب لا زال هناك معتقلين يوميا الحديده ايضا معتقلين العديد من المناطق التي تخضع لسلطه الـ 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 الانقلاب لا زالت تمارس فيها ابشع عمليه الاعتقالات والاختطافات للناشطين وللمدنيين يعني نحن امام ماسه كبيره ليس هناك اي مؤشرات وأنا باعتقادي انه التفاؤل في مثل هذه القضيه هو نوع من الانتحار أنا طيب مصدر. يعني اذا ما اخذنا نظره اخرى هناك من يتحدث على انه فعلا لربما يعني تمثل خطوه هذه الانفراجه الى حد ما في الدفع بالمشاورات الى الامام هل يمكن البناء على هذه الخطوه اكثر لا اعتقد انه سيتم بناء شيء على هذا الخطوه بالنظر الى كما قلت لك ان الاشتراطات الموجوده في ملف ملغوم بكثير من الجرائم في حق الانسانيه هناك ناس استخدموا وتم تصفيتهم كقابل كالعيزري ككثير ك ايضا الرقوي يعني نحن امام اشكاليه خطيره يعني الامر الاخر ايضا والخطير انه لماذا تطلب انت مشرفين دوليا على هذه العمليه وايضا الملف الاخر والاخطر في هذه العمليه هو انه يجب ان لا, يم... لا ينفصل هذه الخطوة عن المسار القانوني نحن أمام انتهاك كامل لحقوق المختطفين والمغيبين قصراً هذه وهؤلاء المختطفين والمغيبين قسرا هؤلاء ليسوا اسرى حرب، هؤلاء ناس يجب ان يكون في حقهم بحسب القانون، يجب ان يعوضوا ويجب ان يعاد يقبر الضرر في حقهم، ويجب ان يعوضوا عن الانتهاكات التي مورست في حقهم وعن الانتهاكات ايضا الزمنيه الذين انقطعوا فيها عن اهلهم وعن أهليم. يعني نحن امام مسار قانوني قبل ان يكون مسار سياسي، هذا المسار القانوني لا يمكن ان يحل بمسارات وبخطوات سياسيه من هذا القبيل، نحن امام كارثه حقوقيه ان صحت و, و... و... وانطلقوا في هذا المسار دون العوده الى مسارات قانونيه بوجود قانونيين يناقشوا هذا الملف انا باعتقادي ان عمليه انتحاريه كبيره هذه العمليه باختصار طيب الان الحكومه لربما تجلس على هذه طاوله المفاوضات او المشاورات مع الحوثيين في لجانها الثلاث من بينها اللجنه المتعلقه بالقضايا الانسانيه ما يعني ما يتعلق بالمعتقلين والمختطفين ايضا في الحكومه ماذا ترمي بهذه الخطوات الاستمرار في الجلوس مع ميليشيات الحوثي ووفدها الممثل لها في الكويت هل يعني وهي تعلم هذه يعني الاساليب التي يقوم بها عاده ميليشيات الحوثي. اولا الحديث عن 20 يوم فيما فيما يتعلق بهذا الملف ايضا هون دلاله واضحه على انه ليس هناك نيه حقيقيه في الذهاب الى أن تنفيذ اي شيء م. من هذا المتفق عليه، فضلا عن ذلك نحن امام مشاورات اليوم تقطع يومها ال20 واكثر من 20 يوم. لم يتم فيها شيء لم يحسم فيها شيء يعني كل ما تم الاتفاق عليه يتم نقضه في اليوم الثاني كل ما تم من خطوات وتصحيح مسار او نقاش في مسار معين يتم الانقلاب عليها في اليوم الثاني يعني من يعني المتوقع ان ينقلب ان ينقلبوا عليها في أنا مثلا أنا لا الغد او بعد غد انا شخصيا كتجربه شخصيه في في متابعه مسيره هذه الحركه منذ نشاتها الى اليوم لم يلتزموا بشيء يقولونه على الاطلاق وبالتالي التجريب المقرب هذا نوع من الغباء السياسي ونوع من الاستقبال للناس نحن أمام مسار واضح مسار واضح للقضية في اليمن نحن أمام حالة تصلب وتخشب طائفي مليشوي لا يمكن أن يلتزم بشيء يتم الاتفاق عليه يعني تجربتهم خلال العشر سنوات الماضية وتجربتهم خلال تجربة السنة الماضية نحن أمام حالة عجيبة وك يعني حالة معقدة جداً وبالتالي البناء منظومة تفاؤل أو منظومة م. سلام على مثل هذا الحال هو نوع من من الاستقبال الذات طيب بالسلام. إذا ما تحدثنا أكثر يعني فيما صدر من إعلان حول هذا القرار هناك 50% من المعتقلين من المتوقع الذين سيشملهم إذا ما تحدثنا فعلا عن إجراءات حقيقية على الأرض وكذلك ما يتعلق بالعشرين يوم هناك حديث عن آلية تنفيذية معينة ليتم إطلاق المعتقلين ما هي, يعني ما هي الضرورات التنفيذية لإطلاق معتقلين أولا يعني على افتراض صدق النيات هنا وأنا لأنه لست متفائل أمانة يعني انا باعتقادي انه في كثير ايضا يجب ان يحسم مسارين المسار ما يتعلق باسر الحرب ومسار ما يتعلق بالمختطفين والمختفين قسريا <applause> هذا المسار يحتاج ايضا والمسار الاخر مسار المختطفين الذين ذكروا ونص عليهم في كثير من القرارات الدوليه خلال الفتره الماضيه هؤلاء بيعتقد انه يعني كخطه اوليه وقادة يعني حتى نستطيع ان نبني صفر في المئة من التفاؤل أن يطلق مثلا على سبيل المثال وزير الدفاع أن يطلق محمد قحطان أن يطلق مثلا القادة الضباط الكبار كمنصور هادي يعني هؤلاء الناس الذين ذكروا بقرارات دولية ايضا في 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 الاهم من هؤلاء جميعا هو محمد قحطان الذي لحد الان ليس هناك اي معلومات حول هذا الرجل نعم. يعني نحن امام اشكاليه خطيره طيب استاذ نبيل دعنا يعني نشرك في الحوار السكرتير الصحفي السابق في رئاسه الجمهوريه الاستاذ مختار الرحبي مساء الخير استاذ مختار استاذ مختار نعم اهلا بك معنا استاذ مختار تسمعوني؟ اهلا وسهلا بك، نعم اسمعك جيدا. اهلا بكم، استاذ مختار يعني جديد مشاورات الكويت هناك حديث عن اطلاق 50% من المختطفين في مده زمنيه مقدارها 20 يوم، هل فعلا تمثل هذه الخطوه جديدا يبنى عليه؟ أه الاستاذ نبيل هنا نوعا ما متشائم بخصوص هذه الخطوه. أه نعم انا انه يتم تصوير ما حدث اليوم على انه انتصار وانه اختراق لجدار المشاورات التي هي قائمه حاليا في الكويت وان ما حصل هو انتصار للمشاورات وللمسار السلمي والسياسي في الازمه اليمنيه، ما حصل هو اسس من اسس بناء الثقه، تم الاتفاق عليه في بيال في سويسرا وليس الان، تم الاتفاق انه يتم اطلاق سراح كافه المختطفين والمعتقلين لدى الميليشيات الانقلابيه، وكان هناك التزام من قبل الميليشيات للمبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد. وبالفعل تحرك إسماعيل إلى صنعاء وظل فيها خمسة أيام يحاول أن يقنعهم أنهم التزموا له يعني وصلوا إلى صنعاء وقالوا كانت هناك أعذار ومماطلة ولم يتم إطلاقهم بالتالي ما حصل اليوم هو كان من المفترض أن يحصل قبل أربعة أشهر بحسب الاتفاقية وبحسب ما جاء في اتفاقية بيال وهي النقطة الوحيدة التي خرج بها مؤتمر بيال والتي كانت طبعا فاشلة بكل المقاييس اليوم يتم تسويق ان ما تم اليوم هو انجاز تاريخي وان اطلاق سراح المعتقلين بعد 20 يوم من يضمن لنا الحوثيين الى غدا من يضمن لنا الحوثيين الى الجلسه الى جلسه يوم غدا انهم سوف يقوموا او لا ينقلبوا على الاتفاقيه لان اليوم كانت هناك كان صراع كبير بين قوز وبين فائقة السيده التي ابدت مرونه كبيره في هذا الجانب بينما باقي الزغوز يعني كان آآ كان آآ متعنت اللي رايه هو يعني فيما يتعلق هذا الخلاف ما هي نقاط التعنت من قبل باقزقوز او نطاق الترحيب من قبل فريق السيد نعم هو ليس الترحيب وانما كانت تبدي مرونه في موضوع م. اطلاق سراح المعتقلين وبين المده التي سيتم اطلاقهم ومنهم الذي سيطلقون والمده الزمنيه والاسماء والكشوفات وكم سيتم اطلاق 40 او 30 او 50% بالمئة. هذه كل القضايا التفصيليه التي يتم مناقشتها طبعا بشكل بشكل بطيء وبشكل مفصل في جلسات المشاورات بالتالي انا اقول انه لا بد اولا اذا كانوا جادين في الدخول بمشاوره جديه عليهم قبل كان المفترض قبل ان ياتوا الى الكويت ان يتم اطلاق سراح من تم الاعلان عنهم من قبل مجلس الامن وتم ادراجهم في اطار القرار الدولي 22 اللواء في اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع وفيصل رجب اللواء فيصل رجب واللواء ناصر منصور هادي شقيق رئيس الجمهوريه وكذلك محمد قحطان، بالتالي سننتظر ما سينتج عنه اللجان الاخرى طيب. لان هذه هذه نعم هذه طبعا هذا الاتفاق طبعا وهذه وهذا الاعلام بالنسبه للجان المختطفين والمعتقلين تم ادراجها والحاقها في اطار القضايا بينما القضايا الاساسيه ليست قضايا معتقلين ومختطفين القضايا, القضايا القضيه الاساسيه هي سلاح الميليشيات الانقلابيه هي ايضا الانسحاب من كافه المناطق والمحافظات هي ايضا عوده الشرعيه والان يريد يراد لنا ان نعود من مشاورات الكويت باطلاق سراح المعتقلين الذين من الاصل كان يجب ان يتم اطلاقهم وان تبحث الامم المتحده عن اوضاعهم وعن طرق اعتقالهم والتعسف الذي لحق بهم. يعني هو بكل الاحوال هناك حديث على ان هذه بالاخير خطوه ايجابيه ممن يعني يراقبون هذا المشهد بان بالاخير المختطفين يعني وهو ملف هام جدا سيتم الحلحله في هذا الملف بشكل اكبر، لكن على كل الاحوال استاذ مختار فيما يتعلق بالاسماء هناك ضبابيه نوعا ما من من هم يعني هناك تقريبا اكثر من عشرة ألف معتقل في سجون ميليشيات الحوثي من هم من الذين سيطلقون فعلا بحسب ما ورد نعم طبعا هذه التفاصيل في حقيقه الامر لم يتم الاعلان عنها م. وعن التوصل لها بشكل واضح وبشكل رسمي من قبل اللجنة يعني كان هناك اتفاق مبدئي فقط على إطلاق خمسين في المئة من المعتقلين طبعاً سيتم إطلاق خمسين في المئة من كافة المعتقلين سواء سياسيين أو ناشطين أو إعلاميين لكن هناك طبعاً أسماء سيتم تقديمها وهناك أولوية وأما بالنسبة للمعتقلين المعتقلين لهم الحق المطلق بأن يتم إطلاق سراحهم ويتم تعويضهم عن ما لحق بهم من أذى لكن دعني أكون معك صريح أنه حتى هذه اللحظة لا توجد هناك معلومات مؤكدة حول من هم الاسماء الذين سيطلقون و طيب يعني هناك حديث عن أي, اي نعم نعم هناك حديث على ان هذه الفتره الزمنيه هي طويله بما ان المعتقلين هم في غالبهم مدنيون ربما كذلك هناك نقطه اخرى يعني اريد الاستفسار منك بحكم تواجدك ومعرفتك بكواليس المشاورات عن الضمانات التي وصلت للحكومه حتى لا يتم النكس بهذه الاتفاقيات كما يعني تم التلكؤ في موضوع اللجان الثلاث كاخر مرحله تم الاتفاق عليها. آه كضمانات حقيقيه آه تم تقديمها لا يوجد هناك ضمانات لكن الضامن انا اعتقد ان الضامن الوحيد هو سيكون التحالف العربي آه آه الذي تقوده المملكه العربيه السعوديه ومجلس التعاون الخليجي ونحن نعرف أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي قاد وساطه وعادة المشاورات بعد أن تم تعليقها من قبل الجانب الحكومي فلا يوجد هناك أي ضمانات لا من الأمم المتحدة ولا من المجتمع الدولي بالعكس كنا نطلب من المجتمع الدولي ومن الأمم المتحدة أن يكون لها موقف من العرقلة ومن التأخير ومن عدم الجدية في المشاورات ولكن لم نحصل على هذا الموقف بالتالي كيف لنا أن نطلب بضمانات أكيدة في الميدان الضمانة الوحيدة هي التحالف العربي والمقاومة الشعبية والجيش الوطني في الميدان أما غير ذلك لا توجد هناك أي ضمانات ولا يمكن لنا أن نحصل أي ضمانات من قبل الميليشيات يعني لو كانوا من نحاورهم حزب سياسي أو فصيل سياسي يعمل بأطر سياسية لا كان هناك ضمانات سياسية يتم تقديمها لكن نحن نتعامل مع ميليشيا مع مجموعة من العصابات مع مجموعة من كانوا على مدى عشر سنوات ماضية كانوا عبارة عن متمردين وخارجين عن النظام والقانون في جبال وأودية صعدة بالتالي هذا هو الفرق الكبير بين أن تتعامل مع فصيل سياسي محترم وبين أن تتعامل وتتشاور وتتفاوض مع نعم. ميليشيات وإصابات مسلحة إذا الأستاذ مختار الرحب يا السكرتير الصحفي السابق في رئاسة الجمهورية كنت معنا عبر الهاتف من الكويت شكرا جزيلا لك أعود إلى الأستاذ نبيل الأستاذ نبيل هل من تعليق على ما ورد بخصوص كواليس هذه يعني ما جد في هذه المشاورة انا استوقفني حديث الجدل الداير بين اطراف الميليشيا يعني اذا كان يتحدث مثلا عن اشخاص يعني ودعنا نكون يعني للتاريخ نقولها انه هؤلاء الذين يمثلون الميليشيات وهم ينتمون الى مناطق اخرى من خارج اطار السلاله المقدسه والمنطقه الجغرافيه هؤلاء اسرى ومق... و... واشبه بالاقامه الجبريه سواء كانت فائقه السيد وباقه القوزو هذا في صنعاء ما يشبه في قامه الجبريه لا يستطيعون ان يتحركون الا بمعيه الـ الميليشيات يعني وبالتالي عم عمان تفاوض انت لا تفاوض الا صاحب الخصم الحقيقي لك الذي هو المدير الحقيقي الذي يدير اللعبه الحقيقيه فبالتالي انت ان يشبه الوضع على انه صراع بين اطراف <applause> هذا نوع من التصريح للموضوع يعني الجانب الاخر فعلا يعني نحن امام فيما يتعلق بالاطراف الفاعله في في مسار هذه المفاوضات الان هذه هذه هؤلاء المعتقلين والاسراء انت امام طرفين يعني منفصلين فيما يتعلق بالتفاوض المباشر معهم، وهو طرف جماعه الحوثي وطرف علي عبد الله صالح. ملف المعتقلين لدى علي عبد الله صالح هو اغلبهم ملف خصومات مع ثوره 11 فبراير. وملف اسراء المعتقلين والمختطفين والمغيبين قسريا لدى جماعه الحوثي هذا ملف اخر. وبالتالي يعني انت امام اشكاليه في التعامل مع هذه الاطراف يعني مع الغ... يعني ال 50% هؤلاء من اي من اي طرف سيتم الـ 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 الافراج عنهم هل م... لدى جماعات الحوثي او لدى علي عبد الله صالح هذا كما قلت لك اذا كان هناك اي تفاؤل في او يضمن وجود هذا الشرط هو... هذا الاتفاق اليوم الى الغد نحن امام مزاج لا. سياسي او معقد يعني في فيما يتعلق بهذا الملف. طيب دعنا نشك في الحوار استاذ نبيل، رئيس المنظمه الوطنيه للتنميه الانسانيه الاستاذ محمد النقيب ينضم الينا عبر الهاتف في تعز، مساء الخير استاذ محمد. مساء الخير اخي عليك وعلى الاستاذ نبيل البكيلي ضيفك في الاستديو. اهلا بك استاذ محمد، يعني في ختام الفعاليات التي اقمتموها لمناهضه التعذيب في السجون جاء خبر الحديث عن اطلاق 50% من المختطفين خلال 20 يوم، كيف قراتم هذه الخطوه من جهتكم؟ هذه خطوه خطوه مرحب بها لكن ينبغي ان تنتقل الى حيز التنفيذ لان الوعود تظل معلقه ولدينا تجربه سابقه في مباحثات جنيف كانت الميليشيات دائما تستبعد ملف المختطفين والمخفيين وتستخدم الميليشيات ملف الاختطاف والتعذيب كاستراتيجية لديها ليس فقط لبث الرعب بين أفراد المجتمع وإنما استخدامه ككرت ضغط يلوحون به مع كل حديث عن تسويات أو مبادرات أو مشاورات ويساومون من خلاله لتحقيق مكاسب سياسية معينة على حساب آهات وأنات الضحايا وذويهم المنظمه الوطنيه للتنميه الانسانيه خلال 10 ايام مستمره ظلت قامت بالعديد من الفعاليات اولها اصدار تقرير حقوقي يرصد ويوثق ضحايا الاختفاء القسري وحالات القتل والتعذيب التقرير الذي عنوان بالموت تحت سياق التعذيب وثق رصد 8419 حاله اختطاف من الفتره من سبتمبر 2014 الى مارس 2016 منهم 1000 مختطف خلال الاشهر الاولى من سيطره الانقلابيين على العاصمه صنعاء وتم رصد 2338 حاله مخفي قسرا و 4689 حاله تعذيب بقدر ما صدر في بعض التقارير. وثقنا لان هناك فرق بين الرصد، الرصد هو الأخذ المعلومات الاوليه والتوثيق ان يتم تركيب ملف لكل ضحيه من ضحايا التعذيب، نحن في المنظمه وثقنا ل 431 حاله اختفاء قسري نعم و166 حاله تعذيب داخل سجون الميليشيات. نعم، طيب هذه الارقام استاذ محمد هل تم الرفع بها الى سواء الجهات الحكوميه او حتى المنظمات الدوليه؟ حتى يعني تناقش في مثلا مشاورات الكويت او ما شاب. نعم اخي تم الرفع بالتقرير وتم موافاه المعنيين بكشوفات المخفيين والمقتطفين بالاضافه الى ما من تم رصدهم من منظمات اخري لان عمليه الرصد في العديد من المحافظات يعني يشوبها شوائب عديدة وصعوبة جمة نتيجة لأن الإبلاغ عن حالة التعذيب وحالة الاختفاء وحالة الاختطاف تعرض أسر المختطفين للاختطاف والإخفاء والتعذيب وهذا مما جعل صعوبة فريق الرفض للمنظمة في العديد من المحافظات منها يعني محافظة صنعاء وذمار والعديد من وحجة وعمران فيها صعوبة بالغة لا يستطيع بعض اسر واقارب ضحايا الاخفاء والتعذيب الابلاء يعني حرصا على سلامتهم ومراعاه وكثير وبعض من تم الافراج عنهم آ آ تم آ اخذ تصريحات منهم بصعوبه بالغه نتيجه لخشيتهم من ان تنال اسرهم التعذيب جراء نعم. الابانه والافصاح عما نالوه من تعذيب التقرير م. الذي نشر التي الذي اصدرته المنظمه يحتوي على قصص يعني تدمي العيون ويندى لها القديم طيب التعذيب والوحشيه استاذ محمد يعني في حال صدقت هذه الخطوه لا التي تتعلق باطلاق سراح 50% من المختطفين ما هي الاولويه للحالات الموجوده من ضمن المختطفين بحسب اطلاعكم بحكم اعدادكم لهذه التقارير؟ كل ابناء الوطن لهم اهميه ولهم مكانه ولهم ينبغي ان تحفظ كرامتهم وتحمى حقوقهم بدون استثناء بعيدا عن الولاء والانتماء والمنطقه والعرق والدين اطلاقا ينبغي ان تصان حقوق الانسان وان تصان كرامه الانسان اليمني فراس مال المواطن اليمني هي حريته ويقع في صداره المخفيين والمختطفين الطليعة المناضلة التي أسهمت بأدوار نضالية كبيرة سواء في المسار السياسي أو في المؤسسة العسكرية أو في قيادة الدولة أو في منظمة المجتمع المدني أو النشطاء ثورة الحادي عشر من فبراير فهؤلاء هم نخبة المجتمع وهم طلائع التغيير وينبغي أن يحظوا بالأولوية وأن يكون لهم الأهمية أما أن يتم أما أن يتم وضع نسب معينه على الغرض منها ابقاء هذه هذه الكوكبه النيره من المناضلين خلف القضبان فهذه مراوغه يعني ينبغي ان لا تنطلي على المتشاورين في الكويت. اذا رئيس المنظمه الوطنيه للتنميه الانسانيه السيد محمد النقيب كنت معنا عبر الهاتف من تعز شكرا جزيلا لك. اذا مشاهدينا الكرام نستكمل الحوار مع ضيفنا في الاستوديو الاستاذ نبيل البكيري لكن قبل ذلك نذهب الى فاصل قصير ابقوا اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام استاذ نبيل يعني تعليق هل من تعليق على كلام الدكتور محمد النقيب تحدث هو عن ارقام يعني بالغه القسوه حقيقه على اعداد المختطفين والحالات التي تجري معهم هل هناك حديث عن اولويه في في سياق انساني مثل هذا القضية الكبيرة والقسيمة اليوم هو أنه أنت أن يتم اختزال مثل هذا المسار السلمي أو مسار التفاوض بهذه الإشكاليات أو بمعنى أن تناقش الأعراض ولا تناقش الأسباب م. هذه من أهم وأخطر الأشياء التي يريد الانقلابيون من خلالها تتويه مسار القضية كلها وتحويل مساراتها أو اتجاهاتها إلى اتجاهات فرعية تناقش ظواهر وأعراض المرض ولا تناقش سبب المرض فيما يتعلق بالمختطفين ومعتقلين نحن أمام وطن مختطف يعني أنه الوطن حينما اختطف اختطف الجميع يعني حتى الذين هذا فيما يتعلق بمسار المختطفين مع مسار آخر مسار المشردين مسار النازحين مسار المنفيين يعني نحن أمام وطن يختطف 25 مليون يمني في قفص الاختطاف وطن اختطف، انتهكت كرامتهم ودمرت قدراتهم وقدرات الوطن وبالتالي هذه ملف او قضيه من القضايا الاشكاليه او فرع من فروع الجذر، الجذر الازمه المتمثل بالانقلاب. المسار الذي يجب ان يتوقف عنده هو اللقاء والنقاش والحديث هو مسار استعاده الدوله واستعاده النظام والقانون واستعاده الدوله المختطفه واسقاط هذا الانقلاب. بعد ذلك سيتم الحديث عن كثير من القضايا سيذهب الناس إلى عدالة انتقالية سيذهب الناس إلى الكثير من القضايا التي ستعمل على حلحلة ملفات المختفين والمختطفين والمعتقلين والأسرى وما إلى ذلك أما إذا جينا الآن على أوراق تفصيلية أو إلى قضايا تفصيلية مثلا كما ذكر الأخ محمد فيما يتعلق ب الإحصائيات الموجودة لديهم، حالة التعذيب، حالة هذه أرقام بسيطة وصغيرة و... ولا تكاد تذكر من المأساة الكبيرة التي, يعني... التي وجهها يعني مثلا و... على سبيل المثال نعم. التقارير التي تحدث عنها الأمم المتحدة 10000 مختطف ومعتقل يعني هذه أنا أعتقد لا لي... لي... يساوي 50% من الرقم والصورة الحقيقية الحقيقة. الموجودة على الحق وهذه مشكلة ربما أكبر يعني هناك أرقام لم يتم تقييدها هناك احتمالات لأن يعني يتم اختطاف أناس جدد خلال هذه الفترة القادمة وسيتم تغييبهم وهناك أيضا الكثير من من غابوا وهناك أيضا تداعيات على الأسر وذوي المختطفين في سياق هذه الجزئية الصغيرة الآن الحديث الآن مثلا الآن الحديث الآن فيما يتعلق بقضية المعتقلين المختطفين القصر هي تنصب على ما بعد 21 سبتمبر 2014 ما قبل 21 سبتمبر 2014 هناك جرائم يندلها الجبين نحن أمام يعني مثلا في فقط محافظة صعدة أكثر من 300 ألف مشرد ونازح يعني نصف هذا العدد لم يكن أكثر من من صعدة مغيبين في المعتقلات وتم تصفيتهم وتم قتلهم ويعني بعيدا عن الإعلام بعيدا عن المنظمات بعيدا عن الرقيب بعيدا عن أي حسيب يعني نحن أمام كارثة كبيرة ما ظهر منها بعد 21 سبتمبر لا يساوي 1% من المشكله طيب يعني الان اذا ما عدنا الى هذه الخطوه التي تمت في هذه المشاورات او ايا كان يعني تحديدها او توصيفها هل ستمثل نقطة بالنسبة للأمم المتحدة أنها خرجت بها المشاورات إلى الآن وسيتم البناء عليها؟ هل ستمثل انفراجة من ناحية ما بداخل شوف هذه المشاورات؟ للأمانة هي المسألة متوقف على مسألة يعني بيع الوهن الامم المتحده في الحاله اليمنيه ارتكبت جريمه تاريخيه هذه الجريمه التاريخيه انه الامم المتحده حينما تدخلت وتسلمت ملف اليمن تسلمت ملف اليمن وهناك دوله وهناك شبه نظام وقانون وهناك تجربه ومرحله وبدايه لميلاد انتقال سياسي كان سيمثل خطوه في المنطقه هذا الملف الذي سلمته الامم المتحده انتهى بتحويل ميليشيات متمردة في اوكار صعده في جبال صعده الى سلطه امر واقع انقلابيه في صنعاء اليوم مسار التفاوض الذي شاهدناه في سويسرا وفي بل واليوم في الكويت هو لا يخرج عن اطار المسار المرسوم الذي حول ميليشيات متقاتله متمردة مسلحه الى جزء من المشهد السياسي الشرعي في اليمن هو اليوم يسير بهذا الاتجاه بتحويل الانقلاب الذي حصل في 21 سبتمبر الى حاله شرعيه في اطار ما يسمى بالمصالحه الوطنيه و عمليه السلام الجاريه اليوم، نحن امام اشكاليه كبيره وخطيره ما لم يجب الانتباه والوقوف طيب عند يعني هذه اللحظه. هو يعني هناك يعني ترافق هذه المشاورات في الكويت تصريحات من هنا وهناك منها تصريحات العميد عسيري الناطق باسم التحالف او قوات التحالف العربي، كانت هناك يعني لهجه شديده في حال انه إذا لم تخرج المشاورات بنتائج إيجابية وتم إعلان فشلها ولربما هو من الصعب إعلان فشلها في ظل ما يجري خاصة من قبل المبعوث الأممي كما يقول الكثيرين أن الأيام المقبلة ستشهد حلا عسكريا بدخول يعني حسما عسكريا بشكل ما أو بآخر هل يمكن التعويل على ذلك أم أنها محاولة للضغط في مسار إنجاح المشاورات؟ حتى لا نكون مجرد يعني موصفين للمشهد من خارج ومن بعيد نحن نقول هنا في التاريخ انه مسار الازمه في اليمن هو لم يعد قضيه يمنيه. القضيه اليمنيه اليوم نحن نعيش حرب مستمره ودائمه مع هذا المشروع الانقلابي. يعني هو فعلا التحالف العربي هو الضامن اليوم لهذه العملية اليوم التحالف العربي هو المستهدف الاول والاخير، دول التحالف العربي مملكه وغيرها من دول الخليج العربي هي المستهدف الاول والاخير مما سيتم في اليمن، وبالتالي الذهاب الى اي تسويه سياسيه مهما كانت مره بالنسبه للانقلابيين هي انتصار لهم. هي انتصار الانقلابيين لانك امام حفنه من المتمردين الانقلابيين الطائفيين يريدوا ان يحكموا 25 مليون يمني وبجانب 25 مليون يمني يحلمون ان يذهبوا العام القادم للعمره في المملكه العربيه السعوديه وفي مكه والمدينه وتحت رايه وظلال ولي الفقيه في طهران هذه الحقيقه التي يجب ان يفهمها وبالتالي هذه التصريحات التي تصدر من السعوديه هي تدرك انه في الاخير الحلول السياسيه هي شرعنا للوجود النفوذ الايراني في اليمن وبالتالي الذهاب الى اي مسار سياسي حتى لو تحت شرط ورايه استسلام وهزيمه الانقلابيين، هو بالاخير الحفاظ على كيانهم واعطاؤهم المكافاه في نهايه الخدمه وهي مكافاه ان يكونوا جزءا اصيلا ومؤثرا وفاعلا ومسؤولا في في الحاله اليمنيه. اشبه تماما بحاله حزب الله في جنوب لبنان وفي لبنان كلها. وبالتالي هذا الذي يراد لمسار المفاوضات ان تذهب اليه، الامم المتحده هي العراب الحقيقي لهذا المسار اليوم. يعني هي لربما هناك الكثير من التحذيرات من الكثير من الكتاب الخليجيين والعرب بشكل عام من يعني مغبه بقاء الحوثيين خاصه تواجدهم الجغرافي في صعده القريبه جدا من الحدود العربيه حدود المملكه العربيه السعوديه، لكن يعني اذا ما تعلقنا اكثر بتصريحات عسيري هل جاءت هذه التصريحات يعني بسياق منفصل أم بسياق ما جاء من إطلاق الحوثيين لصاروخ باليستي واعتراضه من قبل قوات التحالف الأرض العربي أو عفوا قوات الدفاع الجوية السعودية الذي كان موجها للمملكة العربية السعودية في أساسه أولا لا شك أنه هذا ليس سياق منفصل هو سياق متصل الأزمة هي واحدة وكل حيثياتها وأحداثها هي تصف في نفس الاتجاه الواحد ايضا فيما فيما يتعلق بهذا الصاروخ البلستي هو لا شك انه نحن امام طرفين يتصارعان اليوم على ان يقدما خدمات للمجتمع الدولي وللاطراف الخليجيه فقط ان يحتفظا بجزء من كينونتهم السياسيه في المرحله السابقه وان يكونوا جزء من المشهد السياسي اليمني. هذا الصراع الدائر اليوم يعني هل تعتقد انه يتم بمعزل عن التاثيرات الخارجيه الايرانيه تحديدا وما يراد مثلا المملكه العربيه السعوديه وجود جماعة الحوثي في هذه المنطقة في خاصة المملكة العربية السعودية هو ليس وجودا اعتباطيا هو وجود استراتيجي ومخطط ومدروس له منذ سنوات الإيرانيون يدرسون هذه الحالة واستطاعوا أن يصلوا إلى هذه المرحلة إلى أن أن يصبحوا قوة يعني قادرة على إحداث الضرر وإلحاق الأذى بالأخوة في الخليج العربي والمملكة العربية السعودية وبالتالي هذا التصريح هو يأتي من قبيل إما أن تحصلوا على الدفع بالمسار السياسي والضغط من قبل هذه الاطراف، او انه المسار والخيار الاخر هو الخيار الذي الحتمي الذي ينبغي ان تمضي اليه الامور والخيار الحسم العسكري، نحن امام مشروع ايراني يتمدد، جماعه الحوثي وجماعه علي عبد الله صالح بالاخير هذه ادوات، ادوات يعني الاحتفاظ بها ستظل ادوات، حتى لو تم الاحتفاظ بها في اطار اي صفقه سياسيه ستظل خطر وتهديد واذا تم استهلاكها سيتم ابدالها باخرين بالنسبه للمشروع الايراني؟ انا باعتقادي هو هم هم مشروع بـ بـ في ادوات لهذا المشروع، يعني انه ان يؤتى بقوه اخرى، اولا هذه القوة لا زالت تحتفظ بك بكامل قدراتها، يعني دعنا نقول حتى يعني يكونوا موضوعيين، لا زالوا قوة مؤثره، يمتلكون اقل شيء 70% من امكانياتهم الموجوده، يعني هم لم يستخدموا كل شيء، لا زالت كثير من الادوات كانت تصل لهم السلاح خلال عام الحرب. كانت مواني شبوة وحضرموت تمدهم يوميا بالسلاح وبالوقود وبكل شيء وبالتالي هم لازالوا محتفظين بترسانة قادرين أن أن يحدثوا فيها تغييرا في المنطقة طيب يعني في هذه النقطة هناك حديث عن لربما عدم اتفاق كامل في ملفات التي يعني يقدمها وفد الحوثيين وصالح بداخله كما شاهدنا هذا الخلاف الذي تحدث عنه الاستاذ مختار الرحبي، الى اي مدى يمكن التعويل عليه في فكفكه هذه الجبهه؟ ويعني من خلال ما شاهدناه من مباحثات من قبل المملكه العربيه السعوديه مع الحوثيين كان هناك حديث فعلا على نوع من يعني يعني احداث خرق في هذه الجبهه الموحده من قبل السعوديه للحوثيين هل يمكن تعويل اكثر على هذا المنظومه اولا الحديث عن عن اختراق هذه المنظومه او اختراق القوى الانقلابيين هو وهم كبير ان لم يكن كما يقال خازوق هذا الوهم يتمثل في انه ان يتم فصل جماعه الحوثي عن جماعه علي عبد الله صالح انا باعتقادي هذا الـ هذا هذا التؤام السيامي علي عبد الله صالح والحوثيين هما كتله واحده هما كتله جغرافيه ومذهبيه وعقائديه وطائفيه وزاد هذه هذه الكتله تم دمجها وربطها بمنظومه الولاء والارتباط الجذري والعضوي بالمشروع الايراني وبالتالي انت تحاول هذا بغض النظر عن الجانب التاريخي والمسار التاريخي لهذه القضيه حول امتدادا للزيديه الهاشميه السياسيه الذين في صراع دائم مع المشروع اليمني ومع المشروع المشروع الوطني في اليمن لا. وبالتالي ضاف اليهم البعد الاقليمي الموجود بالمتمثل المشروع الايراني انت امام خطر وجودي يتهددك على مساره التاريخي وعلى مساره الحاضر والمستقبلي وبالتالي لا تتوهم انك ستفصل بين هذين التوامين او بين هذا التوام بمجرد ان ان يعني تطلق بعض الوعود او التسهيلات لهذا الطرف او ذاك انت امام تحالف وجودي لا يمكن أن يتخلى صالح عن الحوثيين ولا الحوثيين يتخلون عن صالح في إطار أنهم يدركون حاجة بعضهم البعض، هم لم يستطيعوا أن يصلوا صنعاء الحوثيين إلا بعلي عبد الله صالح، وعلي عبد الله صالح لم يستطع الصمود طوال هذه الفترة إلا بوجود الحوثيين. أصبحوا اليوم يمثلون كتلة واحدة، لا يمكن الحديث عن فصلهم بالمطلق، وبالتالي اليوم أيضاً فيما يتعلق بمسار المفاوضات وتجزئة المصفوفة الكابرة الكبيرة هذه المتمثلة بإسقاط وإسقاط الانقلاب وإعادة الشرعية وتحويلها إلى مسارات وملفات متناثره ومنفصله عن بعضها، ملف الاسرى وملف المعتقلين وملف الملف السياسي الملف السياسي العسكري والملف العسكري والملف الامني، نحن هنا يعني امام اكثر شبها بقنبله دخانيه تتم استخدام هذه الملفات من قبل الامم المتحده. الامم المتحده تحاول من خلال هذه الحديث عن انتصارات في ملفات جزئيه نوع من ايجاد تسجيل موقف في هذه المرحله والقول انها لا زالت تستطيع ان تخلق سلاما في الحاله اليمنيه واعتقادي أه. هذا وهم لا يمكن البناء عليه والله ربما هي فتره قادمه يعني ستوضح الايام القليله المقبله ما ستصل اليه هذه المشاورات في يعني وصلنا بهذا استاذ نبيل الى ختام هذه الحلقه اشكرك واشكر السادة المشاهدين على حسن المتابعة والإصغاء مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا سمن سمان وتحيات الزملاء في طاقم التحرير والطاقم الفني إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير إلى اللقاء